بعد ذلك عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت. عادة ما تعرف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال أو عمليات الخداع باسم عمليات الاحتيال التصيدية. عادة ما يستخدم المحتالون رسائل نصية عبر البريد الإلكتروني لمحاولة خداعكم لتقديم معلومات شخصية. قد يحاولون سرقة كلمة المرور وأرقام الحسابات وأرقام التأمين الاجتماعي الخاص بكم. إذا حصلوا على هذه المعلومات يمكنهم الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني المختلفة أو حساباتكم المصرفية. قد لا تتمكنوا من فتح حسابات جديدة باسمكم، وقد لا تتلقوا إشعارات ائتمانية تفيد بأنكم قمتم بسداد دفعات على قروض أو حسابات مختلفة. يتم إطلاق الآلاف من هجمات التصيد الاحتيالي كل يوم، ولسوء الحظ تكون ناجحة جداً في كثير من الأحيان. ستبدو بعض رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التصيدية عادةً وكأنها واردة من شركة تعرفونها أو من شخص تعرفونه ويمكنكم الوثوق به، مفهوم؟ تبدو وكأنها صادرة من المصرف أو المؤسسة المالية التي تتعاملون معها، أو شركة بطاقات الائتمان، أو موقع التواصل الاجتماعي، أو متجر للمدفوعات عبر الإنترنت، أو حتى الشرطة، أو حتى وكالة حكومية. فيما يخص رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، كونوا حريصين جداً. من السهل جداً عليهم انتحال أرقام الهواتف. كونوا حذرين للغاية وتحققوا من الأرقام، وتأكدوا من أنكم تتصلون بالرقم الصحيح، وتحققوا من الرقم الموجود على الجزء الخلفي من بطاقتكم الائتمانية أو بطاقة الخصم الخاصة بكم. تحققوا من رقم الاتصال لتلك الشركة أو تلك الوكالة قبل أن تتصرفوا. تمهلوا قليلاً، فكروا بكل شيء. تحققوا من هوية المتصل ثم اتصلوا بالشخص أو الوكالة المناسبة. إنه أمر بالغ الأهمية. هؤلاء المحتالون جيدون جداً فيما يفعلونه، وهم دائماً يواكبون المستجدات، لكنهم عادة ما يقولون أشياء في الرسالة أو البريد الإلكتروني على غرار أنهم لاحظوا نشاطاً مشبوهاً أو محاولات تسجيل دخول إلى الحساب المعني. قد يزعمون أن هناك مشكلة في هذا الحساب وأنه يجب التحقق من معلومات الدفع الخاصة بكم وتأكيد أيضاً معلوماتكم الشخصية والنقر فوق إجراء الدفع، أو يزعمون أنكم مؤهلين للتسجيل لاسترداد الأموال. في النهاية لا يمكنكم مطلقاً النقر فوق هذه الروابط أو الاتصال بها من دون التحقق من الرقم الحقيقي ومن رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية والمواقع الإلكترونية الحقيقية. من السهل جداً تزييف أرقام الهواتف. لديهم القدرة على عرض رقم هاتف مزيف على الشاشة. بعض الأمثلة التي شهدنا عليها في مكتبنا لسنوات هي كما تعلمون على الزاوية العليا مرحباً روجرز. انكروا على حرف واي لاسترداد أموالكم عن الانقطاع الطويل لخدمة روجرز في العام الماضي. لذلك أرسلوا كل هذه الرسائل النصية في الأسابيع اللاحقة. أدرك الناس أن هذا حدث. إنهم يتساءلون عما ستفعله روجرز. والشيء التالي هو أنكم تتلقون هذه الرسالة النصية وتبحثون عن استرداد الأموال. تنكرون فوق نعم، وسوف يطلب منكم تسجيل الدخول إلى حساب روجرز الخاص بكم. إنهم يريدون فقط سرقة تلك المعلومات أو الاستيلاء عليها. قد يقولون أنه كانت هناك محاولة غير عادية كما ترون بالأسفل. يريدون منكم التحقق من معلومات تسجيل الدخول. قد تتلقون رسالة نصية تبدو كما ترون أقصى الجانب الأيمن: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من Scotia Bank. إذا نظرتم إلى موقع الويب فإنه يبدأ ب mobile.scotia. لذلك تأكدوا جداً من تسجيل الدخول الحقيقي أو الموقع لتلك الشركات. إنهم يواكبون المستجدات وهم أذكياء ويبقون على اطلاع بما يحدث في مجتمعاتنا، تماماً مثل ما ترون في الزاوية اليمنى السفلية مع خدمة أونتاريو في العام الماضي. أصدرت الحكومة المبالغ المستردة للجميع من ملصقات لوحة الترخيص، وهذا يمنح المحتالين الفرصة لإرسال هذه الرسائل الجماعية ليقولوا مرحبا، نحن نعيد إليكم أموالكم، انكروا هنا وقوموا بتسجيل الدخول إلى معلوماتكم المصرفية. كل ما أرادوا هو التقاط معلوماتكم. قد لا يكون هناك خسارة في ذلك الوقت، لكنهم يريدون تلك المعلومات. من المحتمل أن يصلوا إلى حساباتكم لأخذ الأموال وفتح حسابات جديدة وتقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة. تظهر عمليات احتيال جديدة كل يوم، وتكون بعض العروض جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها. كيف يمكنكم معرفة ما إذا كان الشخص أو المنظمة التي تتصل بكم هي فعلاً ما تدعيه؟ للتعرف على بعض الأساليب التي يستخدمها المحتالون وكيفية حماية أنفسكم، اقرأوا عن المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التالية. إليكم ما يمكنكم فعله للمساعدة في منع الاحتيال. يستغل المحتالون جائحة فيروس كورونا عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية
وإجراء مكالمات هاتفية لخداعكم للكشف عن معلومات شخصية أو تثبيت برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. يجب عليكم عدم الرد مطلقاً على هذه الاتصالات الاحتيالية أو النقر فوق أي من الروابط المقدمة. احموا أنفسكم بمعرفة أن حكومة كندا لن تقوم أبداً بالاتصال بكم عبر رسالة نصية للحصول على معلومات شخصية أو لطلب بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقاً أو لطلب معلومات حول جواز السفر أو البطاقة الصحية أو رخصة القيادة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها. ولن تشارك معلومات دافعي الضرائب ما لم تكونوا قد قدمتم التفويض المناسب، ولن تهددكم أو تحاول إخافتكم. المكالمات التي تعرض خفض أسعار الفائدة على بطاقتكم الائتمانية ستخبركم رسالة مسجلة بأنه تم اختيار رقم هاتفكم لتلقي سعر فائدة خاص على بطاقة الائتمان من قبل شركة بطاقات ائتمان ذات سمعة طيبة. بمجرد الرد على الهاتف سيطلب منكم الضغط على 1 للتحدث مع موظف، وبمجرد الاتصال سيزعمون أنهم يتصلون بالنيابة عن شركات بطاقات الائتمان ذات السمعة الطيبة، ثم يعرض عليكم خفض أسعار الفائدة على بطاقتكم الائتمانية مقابل رسوم. أفاد المستهلكون أنه مجرد دفع الرسوم لا يحصلون على سعر الفائدة الذي وعدوا به. ما يمكنكم فعله؟ نحن نشجعكم على تقديم شكوى إلى القائمة الوطنية لعدم الاتصال DNCL أو الاتصال بالرقم 1-866-580-DNCL-3625. رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي تدعي أنها تمثل وكالة الإيرادات الكندية CRA. يرسل بعض الأفراد رسائل بريد إلكتروني ويتصلون بكنديين ويزعمون أنهم يمثلون وكالة الإيرادات الكندية، ويقولون لهم أنهم مدينون بدين وهمي للوكالة. تتم المطالبة بالدفع الفوري إما عن طريق بطاقة الائتمان أو إقناع الضحية بشراء بطاقة ائتمان مسبقة الدفع والاتصال بهم لتزويدهم بالمعلومات. غالباً ما تهدد اللغة المستخدمة في رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الضحية بتهم المحكمة والسجن أو الترحيل. ما يمكنكم فعله لمساعدتكم في التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة، يوجد ملاحظة أن CRA لا تطلب أبداً بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقاً، ولا تطلب أبداً معلومات حول جواز السفر أو البطاقة الصحية أو رخصة القيادة، ولا تشارك أبداً معلومات دافع الضرائب الخاصة بكم مع شخص آخر ما لم تكونوا قد قدمتم التفويض المناسب، ولا تتركوا أبداً معلومات شخصية على جهاز الرد الآلي أو تطلبوا منكم ترك رسالة تحتوي على معلوماتكم الشخصية على جهاز الرد الآلي. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية.